علاج مرض السكري بالخلايا الجذعية. في الفيديو ده هنتكلم عن علاج مرض السكري وهل يمكن فعلا علاج مرض السكري باستخدام الخلايا الجذعية. مرض السكري هو عبارة عن مرض من الأمراض المزمنة بيصيب الإنسان وكمان بيصيب الحيوان نتيجة لنقص هرمون الإنسولين. هرمون الإنسولين بيتفرز من البنكرياس من منطقة بنسميها جزر لانجرهانز الموجودة قدامنا دي. دي كلها عبارة عن خلايا موجودة في جزر لانجرهانز ونوع معين من الخلايا اللي احنا بنسميه خلايا البيتا اللي بتفرز هرمون الانسولين. اول ما بيحصل لها تحفيز عن طريق الجلوكوز اللي هو بيمثله اللون الازرق بيفرز البنكرياس الانسولين اللي هو لونه اخضر وبيوصل للخلايا المختلفه داخل الجسم. ودور الانسولين هو فتح قنوات للجلوكوز بحيث ان هو يخش داخل الخليه. زي ما احنا شايفين الانسولين وظيفته ان هو يفتح القنوات دي بحيث ان الجلوكوز يخش داخل الخليه ويتم حرقه عشان يطلع الطاقه، وعشان كده بيقدر ينزل مستوى الجلوكوز العالي في الدم في الشخص الطبيعي. ولكن في النوع الاول من مرض السكري بنلاقي ان كل جزر لانجرهانز بيحصل لها تكسير نتيجه لاختلال في المناعه. الجهاز المناعي بيهاجم الخلايا المنتجه للانسولين، وعشان كده الجلوكوز بيمشي في الدم لوحده من غير انسولين، وعشان كده ما بيقدرش يخش داخل الخليه نتيجه لنقص الانسولين. قنوات الجلوكوز ما بتقدرش تفتح غير في وجود الانسولين، عشان كده الجلوكوز بيتراكم في الدم وبيزيد المستوى بتاعه لمستويات عالية جدا. فالمشكلة الرئيسية في مرض السكر من النوع الاول هو نقص الانسولين نتيجة لتكسير خلايا البيتا المسؤولة عن افراز الانسولين، وده غالبا بيبقى مرض وراثي وبيظهر في العمر الصغير. عشان كده النوع الاول بيتعالج بحقن الانسولين داخل الجسم بحيث ان هو يقدر يدخل الجلوكوز داخل الخلايا، ولكن دي طبعا بتبقى عملية مؤلمة نتيجة لحقن الانسولين كل يوم عشان يدخل الجلوكوز داخل الخلايا. في الفترة الأخيرة تم الكشف عن علاج جديد باستخدام الخلايا الجذعية، وتم علاج أول مريض من النوع الأول لمرض السكري باستخدام الخلايا الجذعية. في البداية هنتعرف إيه هي الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية هي عبارة عن خلية موجودة في أماكن مختلفة من الجسم زي النخاع العظمي. الخلية اللي قدامنا دي هي واحدة من أنواع الموجودة في النخاع العظمي، عندها القدرة إن هي تنقسم وتطلع أنواع مختلفة من الخلايا على حسب المؤثر اللي بيجيلها. هنا لو جالها المؤثر اللي بيخلي الخلايا الحمراء بنلاقي إن هي بتبتدي تنقسم وتطلع عدد كبير جدا من خلايا الدم الحمراء، ولكن لو المؤثر اختلف بنلاقي ان الخليه بتطلع نوع تاني من الخلايا وهي الخلايا الدم البيضاء اللي هي الخلايا المناعيه. وبالتالي نوع المحفز هو اللي بيخلي الخلايا يحصل لها انقسام بكميات كبيره جدا وبتتحول للنوع المطلوب من الخلايا. زي ما احنا شايفين بتتحول لنوع من انواع الخلايا المناعيه اللي احنا بنسميها النيوتروفيل. ومن هنا جت الفكرة في علاج النوع الأول من السكر، إن احنا نقدر ناخد الخلايا الجذعية من النخاع العظمي أو من الخلايا الجنينية اللي بتبقى موجودة في الحبل السري. الخلايا دي بنجمعها ونحقنها داخل الجسم فتتحول لخلايا شبيهة بالخلايا الموجودة في البنكرياس، وبالتالي تقدر تفرز الانسولين لان الخلايا دي بتتحول لخلايا البيتا، وبالتالي بتقدر تفرز الانسولين على حسب كميه الجلوكوز الموجوده، وبالتالي بتقوم بنفس دور الخلايا اللي الجسم كسرها. دي الفكره ببساطه اللي اتبنى عليها علاج المرض السكري من النوع الاول باستخدام الخلايا الجذعيه. ولكن العملية ما بتبقاش بنفس البساطة دي، لأن الخلايا الجذعية اللي احنا بنجمعها من الجسم بتحتاج معاملات كتيرة جدا داخل المعمل قبل ما نزرعها في المريض، لأن زي ما قلنا الخلايا الجذعية بتقدر تتحول لأنواع أخرى من الخلايا على حسب المحفز اللي بيبقى موجود مع الخلايا الجذعية. عشان كده بيتم زراعة الخلايا الجذعية داخل المعمل، وبعد كده بنبتدي نعالجها بمجموعة من الكيماويات، منها الهرمونات، منها محفزات النمو، ومنها البروتينات اللي بتحدد نمط الخلايا. وبالتالي زي ما احنا شايفين بنلاقي ان في معاملات كتيرة جدا بتتم على الخلية الجذعية لحد ما بتتحول لنوع اولي من خلايا البيتا. بعد كده بيتم زرعها داخل المريض وبتبتدي تتحول لخلايا شبيهة جدا بخلايا البيتا الموجودة في البنكرياس، وبتقدر تفرز الانسولين على حسب كمية الجلوكوز الموجودة في الدم، وبالتالي المريض بيستغنى عن حقنة الانسولين
الانسولين اللي بيستخدمها كل يوم، لان الخلايا دي بتقدر تحسب كميه الجلوكوز الموجود في الدم وبالتالي بتطلع كميه مماثله للانسولين اللي بيقدر يدخل الجلوكوز داخل الخلايا وبالتالي بتنتهي مشكله مرض السكري. الخلايا الجذعيه بيتم حقنها يا اما في الكبد او تحت الجلد. لما بنيجي نحقنها في الكبد بيتم حقن الخلايا في الوريد البابي اللي هو بيوصل الدم داخل الكبد. بعد كده الخلايا الجذعيه بتتجمع مع بعضها داخل الكبد وبتعمل مناطق كتيره من تجمعات من الخلايا الجذعيه اللي احنا زرعناها واللي بتبقى شبيهه جدا بخلايا البيتا اللي بتفرز الانسولين. بعد كده الخلايا دي بتقدر تتغذى داخل الجسم وبتبدا تفرز الانسولين على حسب كميه الجلوكوز الموجوده في الدم. والليفر هو بيبقى مكان جيد جدا لان هو عضو كبير جدا، اما بنزرع فيه الخلايا الجذعيه بتقدر تبقى موجوده في اماكن مختلفه من الكبد وبتقدر تقوم بدورها لان الكبد بيوصل له كميات كبيره جدا من الدم، عشان كده الخلايا دي بتقدر تتغذى وكمان بتقدر تفرز كل الانسولين اللي بتطلعه في الدم مباشره. والتجارب اللي تم عملها على بعض الحيوانات وفي إيران التجارب أوضحت فعلا إن الخلايا تحولت لخلايا بيتا اللي بتطلع الإنسولين واللي هي باينة هنا في الصورة باللون الأخضر، وكل الحبيبات الخضراء الموجودة داخل الخلية ديت هي عبارة عن مخزون الإنسولين بيبقى موجود داخل الخلية بيطلع على حسب كمية الجلوكوز اللي بتوصل عن طريق الدم للخلية دي، عشان كده بتبتدي تفرز الإنسولين على حسب كمية الجلوكوز اللي جاي لها وعشان كده بتطلع الانسولين والجلوكوز بيرجع تاني للمستوى الطبيعي. ففعلا في حيوانات التجارب اللي كان عندها النوع الاول من مرض السكري بدأت تستغنى تماما عن حقن الانسولين لان الخلايا اللي احنا زرعناها اللي هي الخلايا الجذعية تحولت الى الخلايا البيتا وبدأت تفرز انسولين بشكل مستمر وبالتالي الحيوان يعتبر اختفى من عنده مرض السكري. لكن بتقابلنا مشكلة كبيرة جدا وهي رفض المناعة للخلايا اللي احنا زرعناها. الخلايا المناعية بتبدأ تتعرف على كل الخلايا الموجودة في الجسم، هل هي خلية تتبع الجسم ولا خلية جاية من بره؟ عشان كده أي خلية غريبة بيتعرف عليها الجهاز المناعي وبيبدأ يهاجمها ويكسرها، وده طبعا نعمة ربنا عملها لنا عشان يقدر يتعرف على البكتيريا والفيروسات اللي بتخش داخل الجسم. فبالتالي الخلايا الجذعية اللي تم زرعها داخل الجسم الجهاز المناعي بيهاجمها، لأن الجهاز المناعي بيبتدي يتعرف على كل أنواع الخلايا الموجودة داخل الجسم عن طريق علامات موجودة على سطح الخلية، وكل شخص بيبقى عنده علامات خاصة بيه، وبالتالي لو تم زرع أي خلايا غير خلايا المريض بيتم رفضها بالجهاز المناعي. عشان كده الشخص اللي بتزرع له الخلايا الجذعية لعلاج مرض السكري بياخد كورس دوائي من مثبطات المناعة واللي بيقدر يقلل مهاجمة جهاز المناعة للخلايا المزروعة، ولكن دي طبعا بتبقى تحدي أو مشكلة كبيرة جدا لأن استخدام مثبطات المناعة لفترة طويلة جدا بيضر طبعا بمناعة الشخص وبالتالي ممكن يتعرض لأمراض أخرى. عشان كده اتجه العلماء لعمل كبسولة من الخلايا الجذعية بتتزرع تحت الجلد. الكبسولة دي بنحاول فيها ان احنا نخفي الخلايا الجذعية عن الخلايا المناعية. تصميم كبسولة بيتم فيها وضع الخلايا الجذعية بحيث ان هي تبقى محاطة بغشاء في ثقوب صغيرة جدا لا تسمح بدخول الخلايا المناعية، ولكن الثقوب الصغيرة دي بتسمح بدخول الاكسجين وكل المغذيات عشان الخلايا تعيش داخل الجسم، وكمان بتسمح بخروج الانسولين على حسب كمية الجلوكوز وبالتالي يقدر الانسولين يوصل للدم الرئيسي ويخفض مستوى الجلوكوز داخل الدم، وبالطريقة دي بنقدر نقلل مهاجمة الجهاز المناعي للخلايا الجذعية وبالتالي بتقدر تعيش فترة طويلة وتقوم بإفراز الكميات المطلوبة من هرمون الأنسولين. ولكن بيقابلنا تحدي آخر وهو موت الخلايا السريع. زي ما احنا شايفين في الشكل الموجود قدامنا ده بنلاقي ان الخلايا بيحصل لها موت بعد فترة من الزرع داخل الجسم، عشان كده مريض السكري بيحتاج ان احنا نزرع كبسولات الخلايا الجذعية اكتر من مرة على فترات داخل الجسم. وما زالت التجارب مستمرة في ان هم ينتجوا خلايا بتقدر تعيش لفترات طويلة جدا بحيث ان المريض ما يضطرش ان هو يغير الكبسولة. وفي النهاية إن شاء الله علاج الخلايا الجذعية بمزيد من الأبحاث هيبقى علاج هائل وهيحقق فعلا طفرة هائلة في علاج النوع الأول من مرض السكري، لأن هو هيغني المريض إن هو يحقن إنسولين كل يوم وكمان هيقدر ياكل
كل الأكل، لأن الكبسولة الموجودة داخل الجسم تستجيب لأي كمية من الجلوكوز اللي داخل الجسم، وبالتالي ما بيبقاش فيه تأثير ضار للنشويات لو اتاخدت بكمية كبيرة. وزي ما قال العلماء إن في خلال من 3 إلى 5 سنوات إن شاء الله يكون العلاج بالخلايا الجذعية جاهز للتطبيق في كل العالم إن شاء الله.